السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا النهارده في فيديو جديد. النهارده هنشوف مع بعض هنعمل غرز ايه في الرسمه دي. الرسمه دي كنت رسمها على ورقه وبعدين شفتها على القماش علشان القماش خفيف، فسهل كان ان انا اشف عليه. وممكن طبعا تتبعها بالكربون او باي طريقه تريحك. الخيط هنا ميلوني على فتلتين. هعمل الوردة دي كلها غرزة الحشو طبعا، علشان بشتغل ورقة ورقة، فبمشي من فوق تقريبا ملي، ومن تحت مش بسيب مسافة خالص. يعني ما بين كل فتلة وفتلة ملي من فوق، ومن تحت مفيش مسافة، علشان طبعا المسافة فوق اكبر من اللي تحت. وممكن طبعا تقسميها، لو الورقة كبيرة ممكن بتاخديها على نصين او على تلاتة او على اربعة زي ما انت عايزة. بتقسمي وبعدين بتشتغلي ما بينهم. كده شكل الوردة دي لما خلصت، وهعمل التانية زيها نفس الغرزة الحشو. دلوقتي هعمل الوردة دي بالغرزة العنكبوتية. استخدمت هنا ثلاث فتلات. طبعا الخيوط اللي بعملها دي كلنا عارفين لازم تكون عددها فردي، يعني ثلاثة او خمسة او سبعة، لازم العدد يكون فردي علشان بشتغل على واحدة واسيب واحدة. كده بسيب عمود وبدخل في التاني بالشكل ده، بسيب واحد وبدخل في واحد. وطبعا اللفة اللي بعد كده بتبقى العكس، علشان كده لازم العدد يكون فردي. بفضل كده عمود فوق وعمود تحت لحد ما اخلص العمودة كلها اللي باينة كلها، بملى كل الفراغ ده.
تقريبا كده خلاص قربت تتملى. كده الوردة دي كمان خلصت، شايفين شكلها؟ هبتدي اعمل اللي هي الودان الكبيرة دي، ودن القطة، غرزة بيك. بحافظ طبعا على المسافة، تكون المسافات متساوية، والخيط هنا على فتلتين. كل الخيوط ميلونين. باخد بالي بس وانا بعمل الزاوية، بعملها كده يعني بتبقى غرزة بالشكل ده، وبعدين برجع عليها تاني علشان تبقى الزاوية مظبوطة. علشان مهمة جدا ظبط الزاوية بالشكل ده عشان ما تطلعش مدورة. هنا بعد ما خلصتهم وعملت ورقتين الشجر البني دول، هوريكم عملتهم ازاي. الحشو المايل نفس غرزة الحشو بس باخدها بميل. طبعا الورقة مقسومة نصين، فانا بشتغل في نص وبعدين برجع على النص التاني. كده خلصنا ورقة الشجر دي، هنعمل الورقة التانية كمان.
هعمل قلب الوردة حشو برضو ب30. دي العقدة الفرنسية. بلف لفتين وبنزل بالشكل ده. هنا برضو الباك وبعمل معاها الرموش. بكمل كل الأغصان الموجودة. هنا برضو باك.
نفس الغرزة اللي شغالين بيها معظم الشغل بتاعنا النهاردة. المثلث ده هعمله حشو. هعمل بقى الورق الصغير كله بالطريقة دي.
كده الرسمة كلها اكتملت. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا له لايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. مع السلامة.